جمهورنا الكريم، السلام عليكم. صح فطوركم الزلفلاون اسلام في جلال قسطو سيزون 3 اللي مازال يتواصل معايا. درت سيشوار باسكو بحليتو ما راهوش هنا، راهو خايف شويه من عساس السطح باسكو تعرفوه هو خوف. انا ما نخاف من حتى واحد، مازلنا نواصلوا. واليوم جبنا واحد سياسي كبير عنده روح الوطنيه الفرنسيه، عنده روح الوطنيه الجزائريه والافريقيه كاع. هذا السياسي المحنك الجون، هذا اللي دار تير في الحمله الانتخابيه في الجزائر، هذا رشيد نقاز. هيا رشيد. سي با رشيد خويا ما تنقاش دحمان. اش نقول لك انا؟ ميرسي بور لانفيتاسيون. ولاد بلادي الشعب اللي راه شوفي نقول لهم صح رمضانكم. وغادي نقول لك انا بلي اتهموني بلي ما نعرفش انا النشيد الوطني، غادي نغنيه دروك انا. ديرين ديرين. لا 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 رشيد نكاسي تو بلي، انا الاختبار تاع المحفوظات ومن بعد روح تقعد. رشيد روح. رشيد نقاز السياسي الجزائري الفرنسي، كما على بالنا ترشحت في الانتخابات الرئاسيه في فرنسا. قلت لهم بلي في فرنسا سرقوا لك لي سيناتور، جيت للجزائر كي خلصت عليك في فرنسا قلت لهم ثاني سرقوا لي لي سيناتور. ديجا نتايا علاش ترشح في فرنسا؟ انا دحمن انا غادي نقول لك حاجه الشعب غادي يعرفها. ولاد بلادي انا ما ترشحش في فرنسا، وانا باهم بين لهم بلي حتى اون فرونس كاين سكون ابل لا كوربسيون الرشوه. صافي في فرنسا كاين لا كوربسيون، عندنا ما كاينش لا كوربسيون. كانت باينة تكمل كيما هاك، كانت باينة تكمل كيما هاك، كانت راح راح تروح راح تروح راح تروح حبيبنا. خليني شكون هذا؟ نو نو دحمن خليه خليه، مو جادور لي جين الجيريان. ارواح هاد ولاد بلادي اللي قعونوهم، ارواح هاك 100,000 شاوله ما تشريش بها الدخان ياك. باينات كمل. نو 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 سي لا كوربسيون، راك دوموندي في الرشوه وانا ما نبغيش الرشوه. اش الرشوه؟ رشيد نقاز انت كونتريرمون الارانب الاخرين حبيبنا 40 40 لوزا حنون كاع اللي ما بانوش ابري الحمله، انت ابري الحمله الانتخابيه خرجت وخرجت لافير تاع سعيداني. دحمان خويا قبل ما نجاوبك على سعيداني نقول لك بلي انا فرنسا رجعت لهم الباسبور والجنسيه تاعهم، قلت لهم انا جزائري انا الجيريان في الدم. واه وعندي حافظ النشيد الوطني غادي نغنيه لك. لا لا نكاز، قلت لك اختبار تاع المحفوظات ومن بعد اقعد نكاز جاوب لي على السؤال. نولي لك للسؤال دحمان، سعيداني جيتي البخومي اللي كشفوا في فرنسا وجي ديكوفير بلي عنده دي بيان، عنده دو ميزون غاليين. انا كشفته فوالا. على بالك بلي خومور سطح عنده دي زابارتمون في باري، بصح ما مع الساس سطح جامي هضر عليه. نو 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 نو، انا مول السطح ما نعرفهاش ولا خو مول السطح انا خاطيني، انا العساس تاع السطح خاطيني. لا لا خاطيني هذا الشيء، انا اللي يهمني هو ولاد بلادي الشعب الجزائري البسيط. نبغي انا الحلاق السراق الزفاف الشياد اللبان، هذا الشعب اللي عندي برنامج غادي نحي لهم كاع المشاكل تاعهم. غادي مشكل الصحراء الغربيه غادي نحي نهائيا، مشكل تاع البرازيل ثاني غادي جوفي ريغلي لو بروبليم، مشكل التصحر البرد تفرطيس اللي ما يرقدش في الليل تشومير غادي كاع المشاكل هادو. با 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 سوبر نقاز، ماريكان عندهم سوبر مال حنايا عندنا سوبر نقاز. نعم سوبر نقاز. وغادي نقول لك حاجه دحمان، انا الحاجه اللي نبغيها في نفسي ولاد بلادي يبغوها فيها شي هي انه انا خاطيني جمعت التلمسان ولا تشيباني تشيبا ما تدورش. ايوا نقاز. كانت باينة تكمل كيما هاك، كانت باينة تكمل كيما هاك. روح موب روح روح خطينا روح موب خلينا. نو نو دحمة خلي خلي لي جو، موش هادور لي جو نجيري هاك. شاولة بالك تشريها الزطلة ياك. تشوف أنا تشيبا ولدي أروح 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 2000 سيكونت إن شاء الله غادي تفوطي نكاز. آه رشيد نكاس، كيفاش تقول لي تشيبا خاطري وانت في فرنسا حكموك في لاكرون ديلي عطيت تشيبا لجوج دانستركسيون وحكموا عليك. شوف مالا دحمان انا درت هذا الشيء غير باه مبين انه فرنسا فيها تشيبا باش نكشفهم، وكما كان الحال كشفتهم. كاين كريستوف كولومب اللي ديكوفر الامريكان، وكاين رشيد نكاز اللي ديكوفر تشيبا في فرنسا. يعطيك الصحه رشيد نكاس. مين اللي ما فهمتهاش انايا هذيك ليستوار تاع لي سيناتور اللي ديتهم المجلس الدستوري ومن بعد خرجت في زوج تاع صباح ومن بعد خوك راح ومن بعد ما باش ومن بعد صابوهم في بليده، حكي لنا هذه الحكايه. اكزاكتومون دحمان شوف انا غادي نحكي لك ولاد بلادي يعرفوا، انا كنت ماشي في الطوموبيل دخلت المجلس الدستوري عيطت لخويا والتليفون قلت له وين راك؟ كان قال لي راني في البيس. اش راك دير؟ اكتشف خويا بلي في البيس هذاك فيه قنبله ين بومب، هي لو كان يخرج ولا ينزل من البيس غادي تطرطق. انا اش درت مع روحي؟ والتليفون قلت يا خويا لو كان ينزل من البيس اش غادي يصرى؟
الفيلم سبيد سبيد ولي لعب كينور في داخل البوس وبعد هذاك البوس اللي كان يحبس يطارتك صغير صنبل أمس تلفت لي شو أنا النشيد الوطني تعول البلدين أنا حافظه غادي نغني خطر تهموني بلي من عرفش À nos enfants de la patrie, je dois جمهورنا الكريم لا تثير ماشي هذا النشيد هذا النشيد الوطني تاع فرنسا خطينا باسكو رشيد نقاز تلفت له الاناشيد الوطنيه بين وطنه الاول وطنه والثاني ما على بالناش شكون الاول شكون الثاني بهدلتنا رشيد نقاز الله يبهدلك انا ما نقدرش نخدم مع هذ السياسيين ما نقدر لهمش خويا بحليط ولا كنت تسمع فينا عاودوا لي ما تخافش من عساس السطح الله يعاونكم دندن ويعاود هو يوم ما توشي ليش الميكرو في الخدمة تاع الناس ولا خدمة تاع الناس اللي شفت تصور تاع النساء يوم مش نساء ذوك راه معلانا هم متثقفين وشعارة ايه تحسب يا حمارة ما نفهمش شفت بعينيا مدام مس الخير نقدم نفسينا رشيد نكاز ولد بلادك إلا كان عندك مشكل في الحجاب معليش ديري أنا غادي نخلص فيك مون بخوب غارجون ما مراك تهضري وتحوز انا غادي نرجلي مشكل تاعك بيزان رحت للغردايا فريتهم المشكل انا غادي وليد بلادي نهضر معاك اوريكلي المشكل تاعك تاخذني قسم منهم بعد نهضروا ما تخافش اني جاي عندك للدار شوف ما عنديش راني سون زغم جي للدار جي للدار نهضر معاك ما تجيش على النص نصيحه اللي وجهي لوليد بلادي ما تخافش هاني نهضر معاك اسمع هاني قسم منك قتلوني ولاد بلادي هاني قسم منك قتلوني ظهري Aux enfants de la patrie, les gens de Dend, les Dendi Katlouni. Bainet Kmilki Mahak, Kenneth Bainet Kmilki Mahak. كانت باينه تكملكي مها لا ما تقولش هكذا وليد بلادي لا لا النكاز مازال عايش وعندي الدراهم هاك هذه المئات الف التاليه كملتها لي شاوله ولدي ما تشريهاش زطله وما تنساش نقول لكم 2020 فوطيو نكاز كم تمنيتو ان اشرب معك القهوه قهوه قعدت فيك البهاري غايدتني باينه بلي تبغيها بالحليب مازالك تبكي مازالك تبكي لا عينيهم يحرقوا فيها ما ادري ما ديرش النش هاكونك راجل يا جماعه يا جماعه ورا الاخرين مش كاين شوف اجلو مش كاين راكم كاع هنا اسمحوا لي الجمهور الكريم ما قدمتش اخبار الداخل الله غالب مازال نحوس على فيمينا وجبت اخبار صحيحه على العساس تاع السطح يا جماعه شوفوا عساس تاع السطح واعر واحد ما عنده النيميرو تاعو يغلبهم كاع 20 سنه هو في البيرو تاعو حساس عنده بيرو ياسر عنده بيرو ايه واحد ما دخل بيرو والقليل اللي دخل عنده البيرو كي يدخلوا عنده واش يدير يعطيهم بالظهر باش ما يشوفوش عليا ثلاث ايام وانا نحوس عليه في جوجل لقيت تصويره واحده وعاطيهم بظهر نمت عليهم الحكايات تاعكم مازال تعملوا بهذا عنده بيرو اخي خالطيخ اضحك اضحك كي تجي في راسك ذاك الوقت تعرف نقول لكم حاجه يا جماعه تعرفوا واش يسموه في الجرائد رب السطح يا لطيف كفار والله لا رايك قسما بالله برك ما تفتي علينا بركه كاين رب العائله رب العمل ارواح رب السطح ياكل زوج صوالح برك وشنو هما ياكل سردين بصح ياكل غير الراس وبعد كي ياكل الراس الفضله يعطيها للارنب على ارنب ياكل سردين ياكل شفتونا ياكل كمل ومن بعد الارنب كي ياكل الفضله واش يدير رب السطح ياكل ارنب وي المت عليها من الحكاية هذه خورا يفتح ببنا ستة ميت وي اسماعيل وي اخوارا في البرج لنا يبعثوا لي الصحراء مع لي تيرورست قتلونا اهلا وسهلا بكم هنا مباشرة من العراق معنا شخصية كبيرة في العالم ما فهمناش اسكو خليفة ولا تيرورست ولا فنان هذا حبيبنا ابو بكر البغدادي المشهور في العالم صحيت ابو بكر البغدادي فهمنا روحك انتيا اسكو انتيا ارهابي ولا خليفة ولا سلطان ولا انا خليفة المسلمين في بلد العراق وبلاد المشرق والبلدان العربية انت خليفة صفية كما هذك تبتلني في بعض انا خليفة هذك اللي في المتحدة حجسم راسك ابو بلال تعال لا ابو بلال والله ما تقعد مع ابو بلال ما تقصر علي قصر ما احبي بلال
ما عندكمش كاع لي مور نتوما لي تيرورست. السؤال الثاني يقول انت يا عندك منظمه داعش هذه شكينا بلي تشارك في مخطط امريكي لتقسيم العراق بين سنيين شيعيين والكردستان. انت عاب تجسم العراق؟ العراق ما يتجسم. زين ابو بلال تعال. ابو بلال والله ما تجي خوات ما شرب قهوه وقل بلوز من عندي. زين قصار. السؤال الثالث يقول انت يا ارهابي ما شاء الله عليك مشهور كاع في الدنيا بصح الامريكان حكموك 2006 2010 طلقوك. الا انت عاب تقول انا عميل امريكي؟ ابو بلال تعال جسم راسه. لا لا ما تشقيش روحك ابو بلال قعدت ما شرب قهوه وقلب لوز من عندي رانا قصر برك حبيبي. السؤال الاخير يقول كيفاش انت يا ارهابي كبير كيما بلادنا كيما زرقاوي هذو كانوا يحبوا لي يبانوا في التلفزيون في اليوتيوب يديروا لي كليب، انت جامي درت كليب جامي درت سكتش على الراديو جامي هضرت فيها. الحقيقة التلفزيون حرام والكهرباء حرام والزرافة حرام والخزانة حرام. دلل علي دلل دلل علي يا هبة ربي من السماء أغلى تحية. أبوسني دق دق دق. لا لا خليفة لا لا يشوفوا العبد فينا. لا لا هذه ماشي حرام سي خليفة، هذه نسبية هذه حلال. اجيب لك واحدة افيك بليزير. ابو بلال تعال ابوسني ديجي جي دي جي دي جي ابوسني ديجي جي دي جي 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 ابوسني ديجي جي دي جي دي جي ابوسني ديجي جي جي. ابي بلا غير هذو ولادكم ما تبدلوهمش ولا باسكو هذه ابارما عندهاش لغم في الحوايج. ابو بلال ارواح تقطع لي راسي ارواح تقطع لي راسي ابوسني جي 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 جي. معكم كبسولة في الاخبار الرياضية. ليكيب فرنسايز داروا لهم باي باي بسوي غلاس في المونديال، خسروا مع الالمان. حنا نهار اللي لعبنا مع الالمان هبلناهم مرضناهم خرجناهم بالدموع. لا بروف مبولحيره هم كلاسي الاول. جريده ليكيب الفرنسيه تصنف مبولحي احسن حارس مرمى في المونديال. ان شاء الله يا ربي يديها مبولحي باسكو انت لي زوم وخدمت من قلبك تستاهلها. لي زوم وانا راجلك ماشي لي زوم. ها نلبس جبه ونشطح في العراس. واش بيك دحمان؟ قلت لك ابارتير من اليوم واش راكي اللغه اللي تهضر بها؟ انا نهضر بالقبيلي بالعربيه. بالعربيه قلت لك ابارتير من اليوم اللغه الامازيغيه لغه وطنيه ورسميه في الدار ومحارز كي تهضر له غير بالقبيليه فهمتي؟ خلاص داكور. وسحر البارح ها جبتي لي سحر نتسحر انا وابو لهب ليه؟ جبت لك جبتي لي هذاك سحور والله الماكلة تاع امير بشر اللي طيب في ريستورو تاع رحمه اللي ناكلو فيه بنينا عليه. لو كنت تزوجت مع امير بشر تزوجت معاك انتيا. شوفي ابارتير من اليوم تكملي الخدمه هكذا نقطه ديريكت للدار نقطه الدار نقطه الدار فهمتي؟ اقتلني خير. شكون رب الاسره؟ انتيا. شكون رب الدار اللي يروح يجيب دراهم؟ انتيا. ايا طري مازال ما كملتش. ايا روحي. اي 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 بلاصه تمر راس ماشي بلاصه تمر راس ماشي. السلام عليكم تمر ناس خويا تمر ناس حبيبي عندي بلاصه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين معكم دائما ابو عبيده. اليوم راني في لاكاروتيا راني تمر ناس راني حوس على فيميني مسكينه توحشتها والله عافيك ربي خلص عليها قهوه. اي خويا خلع خلع ايه انا خايتك الحاجه مازال ما قلعوا لقيتي عليا انوضي عبد القادر. ياكي يا اما قلت عبد القادر وليك شعندي وشعال انت تمرست واه ندير ساعتين ساعتين ونص ساعتين طبيت انت يا حبيبي نقدر في السبيطار ولا تقيتها روطار. هاي في غردك في غردك ما تكن الحاجه دايره حاجه 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 هاي هاي يا صاحبي راكم في اضرار ما لهوش ما نزلش بغيت نشرب قهوه مالي شبعان انا متفاهم مع مول القهوه يا راجل حاجه وي عبد القادر ولدي وصلنا. هاكي يما عليك كي ريكتي كاع عليا خسرتي لي تريكو. ها استنى ولدي نغسل وجهي ونشي راهي الحاجه راهي 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 من دورها. انا حسنت وراه خايف والله ليش هذه بلاصه انا حسنت وراه نهي يا نمشي 280 برك بها مخلوعه هكذا هاك موجدين موجدين واش دحمان طرونجيت هو كيفاش دير لي زارونجمون ولا دير لا ميوزيك مع هاد لاباد هذا الكائن لا فقاري لا مخي لا ريان دي تو انا قبايلي ما نستعرفش بك حتى لي ماني سامعه بك معليش معليش كبسوله
حنا كل في الهواء سوا. يا حدايا ثقافه تواد ولا حتى تدل قلمه. امس الخير عليكم وصحه فطوركم. دائما معكم حدا القلميه والاخبار الثقافيه. اليوم خيرت باش نجيب لكم واحد الفنان قديم في الفن اللي هو الشاب الهندي. مليح. الهندي جبت لنا شاروخ خان وقيلا. انا شاروخ خان. شالوباخ مالا شكون؟ ايه تي والله عارف زيت يخلص واللي تجيب لنا هذوك تاع الهنود اللي عبدو البقر. نتوما لا ما تفهموش. ماشي الشاب الهندي تاع الهنود هو ذاك تاع يعبد البقر. شكون هذا مالك؟ سيد احمد الهندي صاحب الاغنيه السيمفونيه الرائعه ذات الصوت الحنجره الذهبيه اللي غنى. اختارنا نتوما الشوطر تاع زالي يدير زوج غنيات تقولوا الحنجره الذهبيه يذوب على فوطا ويدير بها الخواتم سيتو. ايا خلاص دحمان خليه نموت على ذيك الاغنيه هذيك ديها قاوريه. ديها قاورية كوطر عليك شوفوا سمعها مش بري صبار ديها غنان بغي ندير فيك ويلا حكمت هيا لابروس. مرحبا بيك وصحة فطورك. الله يسلمك اختي الله يسلمك الله يسلمك. شو قول لنا شكون هذا الضيف اللي جبتو معاك؟ شيخي شيخ الشيوخ محمد نونا المشيخة أي والهند القديم. هذا اللي كتب الكلمات تاع حسني الله يرحمه ونصره الشاب أنور. واني هو بالذات هو الشاب الهندي. سمعت بلي انت كنت تكتب للشاب مامي للشاب خالد هما شاعوا وانت ما زدتش بنت. ما يعقلوش على الخير هذوك ما يعقلوش على الخير. وراهم لاحظين يتبعوا في الدراهم ويتبعوا لي زانيفرسير. انا وشيخي مدي جديده وتركات على البالا تاع 2000. اي بصح الشباب درك راه يطير غنايه ورا غنايه وانت من هاد الغنيه ما زدتش بنت. الشيخ الهندي مازال واقف يا اللي قلتو مشى هادي قولوا هلا قولوا له راني كيفك وراني متوحش هادي قولوا هلا. يا عمي الهندي انا بموت عليك غير لو كان جيتو من عبد الدوس البقر. اسمع واحده سقستني عليك في الفيسبوك طلعت شخصي كتلتني قالت لي اسكو راه مزوج ولا ماري ما تقولولهاش ماري سينو دكتور روحها هذه ما تقولولهاش بصح شينت ما تقولولهاش شيان وقولوا لها زيان هذه قولوها لها اسمع الرسال واش تقول جي حنا جماعه كادر قالوا واعري هذه ما تقولولهاش حسيت مراه الزوم مره هذه قولوها لها. الهندي يغني بالقبائلية بالوهرانية بالباكستانية تريكوية تاع 2000 والغنى الشيخ. عمي الهندي أنا نموت عليك خلو كان ما جيتوش تعبدوا البقر. أسمع عمي الهندي كان واحدة تزات الصورة تاعها في الفيسبوك وقالت لي وريها. هل عندك الصورة تاع نسا؟ أنا نخدم أني نعاون فيك أنا أني ندير في لا ريشيرش نضل عند جوجل أني نعاون فيك في الثقافة. خلاص خلاص سامحني والله ظلمته بحلي طول المرة ذي صح. ظلمتيها لا يا حدا في الهندي هذا شيخ هاكا الشيخ اعطيني اولالا يا طح اجونو قولوا لا طح اجونو يا قدام تصويرتك هذي قولوا هلا والله نقول البوك حليتي الفيسبوك هذي قولوا هلا برافو الهندي برافو فور وهذا التصويره مشيت اختي راهي بلا حجاب عطيك الشيخ في خطيتك هذه ما تقولوها لهاش ما تقولوها معليش الشاب الهندي اخر سؤال تفضلي شوف مالقري يعني الاغنيه تاعك ما بقاش وانت كبرت ونشوف فيك كيفاش يعني عتمات بنج بصح المعجبات عليك ها علاه فهم اختي هذا من عند ربي وريحتي هادو بزوز دراري ما يفهموش شيخ نعلمهم الحرفه والهند القديم تريكولي ندير به سبور تفضل فيه ريحتي يا الهندي نموت عليك لقيتها تبكي قاعد بتصويرتي مع ان قالت ريكويا وتشم في ريحتي طاحت امورز طاحت امورز باش تعرفي باللي الهندي واعر تموت عليها روحي تموتي في الدار روحي اجري دقيقه اختي ما انت باينه باللي مرا حكم ناقوش حكم ناقوش خلي هنا طول زبيده جاره. شكرا شكرا متفرجينا الكرام كان معنا كما شفتوا الشاب الهندي والغنات والهدات وتريكوات نشكر على هذه الزياره ونضرب لكم موعد غدوه ان شاء الله. نختم الحصه فقط طلع في روحكم جمهور كريم صح صحوركم ربي صون هذا المال اللي راهو يسير في البلاد. شاب الهندي الا كان تسمح لي كتب لنا واحد دي بارول تاع واحد الغنيه ودينا اللحن تاعك خاطر قلت لخالد خاف ما حبش. نو الهندي افيك بليزير غني خويا على روحك غني. اي صحك واجدين جماعه اديت الرابعه بصحه عليك اذا بغيت الخامسه يفوتوا عليك واذا بغيت السادسه راح عليك واحنا هكذا نهربوا لفرنسا. يا بابا طفوا علينا الضوء يا بدي غنيه هذه باك انا نقصر بالك وش بيكم يا جماعه واش دور واحكم
ما أحلى أن نعيش في سطح واحد، في سطح واحد.